ده بقى العسل اللي ما بستغناش عنه، على طول بجيبه وبيخلص زي ما انتم شايفين. هي الازازه قربت تخلص. ده زيت بذور العنب. زيت بذور العنب ده بيغنيني عن السيروم، عن ان انا استخدم اي نوع زيت بعد الشاور. كمان بديل الزيت بيغنيني ان انا استخدم بديل زيت. بص هو حاجه كده حلوه قوي للشعر، بيرطب بينعم بيقلل الهيشان بيفرد الشعر. زيت بذور العنب ده حلو قوي، بيدي ريحه كمان حلوه للشعر. عايزه اقول لكم ان هو ريحته حلوه جدا وحلوه قوي. الله ريحته جميله، انا بحب ريحته قوي بجد. الزيت ده جميل. كمان هو تقيل وخفيف في نفس الوقت، يعني هو مش تقيل ان هو دهني، لا هو تقيل ان هو بيغلف كده الشعرايه وبيديها لمعه وبيفضل ثابت على شعرك، مش يا دوب بتحطيه من هنا وتحسي ان انت شعرك كده بقى ماشي. جاف من تاني او هاش من تاني، لا وانت بتحطيه بيفضل سايب الاثار بتاعته على الشعر ومغلف فعلا الشعرايه. كمان بتستخدميه مع البيبيليس بيبقى حلو قوي قوي مع البيبيليس، وبيدي لمعه وبيساعدها ان هي تفرد الشعر بسرعه اكتر. بتستخدميه كبديل سيرم بعد برضو ما بتكوي شعرك، تحطيه كده على شعرك تلاقي شعرك بقى بيلمع وبقى شكله حلو قوي، بيقلل الهيشان بطريقه مش طبيعيه. الزيت ده بجد حلو قوي في موضوع هيشان الشعر، وكمان موضوع التساقط من احلى الزيوت اللي هتجربوها. حتى لو انت عامله شعرك فيلر او بوتوكس او اي حاجه من الحاجات دي، هتقدري برضو ان انت تستخدميه لان هو خفيف على الشعر وبيدي لمعه كانك بتستخدمي سيرم، بس دي بقى حاجه طبيعيه كده، بيفك التشابك بيخليكي تسرحي شعرك بكل سهوله. يعني من الحاجات الجميلة قوي، انا بحب الزيت ده وبقالي حوالي سنتين بستخدمه، جايب معايا نتيجة حلوة قوي، وكل ما بيخلص بجيبه تاني من العطارة يعني. فأنا اخر مرة مليت الازازة دي كانت عاملة حوالي 50، فهو سعره حلو وفي المتناول برضو، مش اللي هو الغالي قوي وبيقعد معاكي فترة. لو عايزة تعمليه حمام زيت برضو بيبقى تحفة مع فوطة مبلولة او تحطي بنية على شعرك. من مميزاته ان هو بيتقل الشعر، هو حلو قوي في علاج القشرة، يعني من الحاجات الجميلة ان هي تعالج القشرة، لان هو في احماض بتعالج القشرة اللي في الشعر، وفي نفس الوقت بتقوي البصيلة بتاعة الشعر وبيغلف الشعراية. بتقدري ان انت تعملي بيه ماسك زيت حلو، هيبقى تحفه جدا على شعرك. انت بتغسلي شعرك وبتدينيه كويس، وبعد كده بتلفيه بفوطه مبلوله ميه سخنه، تحطي الفوطه دي وبتكرريها اكتر من مره على الشعر، الشعر بيمتصه وبيديله طراوه غير طبيعيه وتغذيه اكتر، يعني بتبقى مكثفه. كمان بقى من مميزاته للبشره ان هو مفيد جدا للبشره، بيفتحها. لو انت بتعملي اي وصفات تقدري ان انت تضيفيه عليها، لو هتستخدميه لوحده على بشرتك بقطنه او كده على البشره، هو بيفتح البشره. كمان بيشيل الحبوب لانه بيفتح البشره وبيجدد الخلايا وبيعالج الخطوط التعبيريه في البشره. يعني بصوا ده حاجه طبيعيه مفيده جدا للبشره وللشعر، جربوه بجد هيبقى حلو قوي معاكم. كمان استخدموه كماسك للشعر، عايزه اقول لكم ان هو بيتقل الشعر وبيمنع التساقط، حتى هو بيدهن على الجسم ترطيبه اعلى مرطب للشعر والجفاف الشعر وتساقط الشعر. ان اي حد بيقول لي انا في مشكله في شعري بقول له زيت بذور العنب. كان ريحته جميله جدا جدا، بصوا جميل قوي على البشره وجميل اكتر على الشعر.